ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنستبدل السمنه المهدرجه وهنعمل سمنه طبيعيه من البيت بحاجه ممكن ما نتخيلهاش. ويلا نشوف هنعمل ايه النهارده. انا معايا جايبه من عند الجزار دهن حيواني، وجايباه دهن كلاوي، افضل الدهون اللي هي الدهن الكلاوي ده بيتباع عند الجزار. في ناس بتبيعه ب25، من 20 لحد 30 حسب بقى الجزار اللي انت بتتعاملي معاه. انا بجيبه وبقطعه، ممكن تفرميه عند الجزار بس طبعا مش هيكون مغسول، فانت لما تجيبيه في البيت بتغسليه بميه بملح وشويه دقيق وتغسليه كويس وتبداي بعد كده تقطعيه. ودلوقتي بنزل بيه على النار في الحله، وبكون حاطه معاه، بحط معاه حبهان وفلفل اسمر حصى، وكمان كزبره ناشفه حصى، ورقتين من اللوري، وكمان لو عندك قرنفل حطي واحدتين دوت علشان يكسر الريحه بتاعه الدهن الحيواني او دهن الكلاوي. انا بعد ما اسح شويه كده اهوت هبدا احط معايا حته من الزبده، ده لو متاح عندك، مش عندك خلاص احنا هنضيف كمان شويه من الزيت فهنستبدلها وهي هتخف من حديه طعم الدهن اللي معايا. بفضل اقلب فيه على النار عشان ما يتلسعش مني ويتحرق، واول ما بحط الزبده ببدا ان انا اوطي عليه، لا اما اكون لو انا معليه عليه اكون واقفه جنبه وكل شويه بقلبه لما يوصل اللون ده كده اهوت. بخليه شويه وهبدا انزل عليه بنص لتر من الزيت، ياخدوا غلوتين مع بعض وهي الزيت يسخن مع السمنه اللي ساحت معايا ديت والزبده، وهقفل عليها. هو بالظبط غلوة غلوتين بالظبط وهقفل عليهم. انا مش برضه اسيبه اكتر من كده علشان ما لون السمنة بتاعتي ما يغمقش عن كده ويكون غامقة. فهي كده هوت، هي مع السخونية بتاعت الغليان هتبدأ تكمل بقية السوا. ده كده كان شكلها، وهبدأ بقى اسيبها تهدى وهصفيها. ممكن لو انت بتحبيه الشحم اللي نازل منها دوت تخليه، مش حبة هنصفيها، وده هيكون شكله بعد ما انا صفيتها. طبعا دي حاجة طبيعية وامنة عن الحاجات المهدرجة اللي بنجيبها، وده هيكون شكلها بعد ما انا حطيتها في التلاجة وجمدت. مضمونة مرملة وحلوة مفيهاش اي اضرار زي السمنة المهدرجة، وطبيعية 100%. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا على متابعتكم، وما تنسوش اللايك، واشوفكم في حفظ الله، ومع السلامة.